أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وما هي التي يحبها الله عز وجل؟ الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. وأما المحبة فالله يحب الإرادة الشرعية، وأما الإرادة الكونية فقد يحبها وقد لا يحبها، ليس من لازمها المحبة خلاف الشرعية، فإن من لازمها المحبة، فإن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. نعم.